السلام عليكم، معكم الأستاذ عصام سعد. سأكون معكم بإذن الله في مادة اللغة العربية عبر تطبيق بيمز. سنتناول معا تفصيلات المادة من قصائد وموضوعات وما فيها من ثروة لغوية وبلاغة، وكذلك مهارات النحو المقررة، كل ذلك بشرح تفصيلي ومذكرات شرح كاملة وتدريبات وحلها للأسئلة المقالية والموضوعية. فتابعونا عبر تطبيق بيمز.